طيب، السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. قلنا المرة الماضية لما عملنا السيشن الأولى تبع البيسك ستاتستكس والداتا فيجواليزيشن إنه راح أعمل سيشن مسجلة وتنزل على اليوتيوب مباشرة عن ال شو بيسموه الداتا كليننج. حلو، لأنه الداتا أنا أعطيتكم إياها منظفة ومرتبة، ولكن تنظيف الداتا يعني هي الشغلة كمان شوي متعبة، وقلت لكم راح أعملها يعني جاهزة مشان تشوفوا، لأنه صراحة ما بتستاهل لايف كامل. فمثل ما انتم شايفين هلا بالفولدر هذا، تتذكروا جوجل فورمز، انتم بتروحوا على شو الكويشنير، بتروحوا على داونلود داتا، شفنا بالفيديو ببدايه الفيديو الماضي شلون نزلناها بالسيشن الثانيه من الورك شوب، اللي بده يرجع على الشانل. فلما حملنا شو بيسموه الداتا، بيعطونا هذا الملف تبع الكومبريست رار فايل. ف هي هي الداتا شو يلي بتحملها مباشرة من الكويشنير، مو المنظفة اللي نعطتكم اياها. فهون بنساوي اكستراكت مشان ناخذ الملف. طيب، هلا هذا الفولدر اللي انا نظفته اصلا من زمان صراحة وما سجلت للاسف، فراح اضطر نظف مرة ثانية بس مشان تشوفوا. فهي هي هذا هو الملف الاصلي، خلينا نشوف. طيب، فهذا هو الملف تبع الداتا. فهلا بدنا ننظفه مشان نعرف نسوي له داتا اناليسس، بدنا نشيل كل المعلومات اللي ما حتفيدنا بالاناليسس. نبلش وحده وحده. اول شيء مشان نشوف الداتا مثل العالم والناس، نساوي سيلكت اول، بنحطهم على الزاويه على الشمال، بنضغط، وبدنا نشوف كل شيء بالوسط مشان نعرف نقرا الداتا مثل العالم والناس. فخلينا نسوي له بروبر الاينمنت، نحط كل شيء بالنص. حلو، ونكبر الخانات مره ثانيه، نساوي سيلكت اول ونكبر الخانات. بمجرد انك تختار كل شيء اللي هو بتضغط كنترول A وتساوي كنترول A وتحرك واحد منهم، كل الخانات الباقيين شو بيكبروا. شوف كيف، فبحيث انك تعرف تقرا الخانات. طيب، هلا بدنا نشيل المعلومات اللي ما بتهمنا. هاي اول خانه هي التايم ستامبس. التايم ستامب هو الانسان الشخص الفلاني هاد امتى عبى الداتا. طبعا بتعرفوا انه كل صف يمثل انسان، وكل عمود او كل كولوم، هدول الروز، هدول الكولومز، فكل كولوم بيمثل شو؟ سؤال من الاسئله. فتايم ستامب هو امتى هذا الانسان جاوب، ما بيهمنا صراحه امتى، شو بيهمنا انه هو جاوب بالساعه الفلانيه بالدقيقه الفلانيه. فخلينا نمسح كل العمود هذا. حلو، التوتال سكور، بتتذكروا انه انا سالت ثلاث اسئله عن الاستاتستكس يلي فيهم اجوبه، لهم علامه، كل سؤال عليه علامه. فلما جمعناهم مع بعض، هو يعني الجوجل فورمز نفسه انا اعطيته بالسيتنجز انه هدول عليهم علامات، فكان يجمع لي اياهم، يعطي علامه الشخص هذا من ثلاثه. طبعا الاسئله الباقيه الشخصيه واي سنه انت وشو عم تدرس، هي ما عليها علامات لانه ما فيها جواب صح وخطا. بينما الاسئله تبع الستاتستكس عليها علامه واحد من صفر على كل سؤال وثلاث اسئله، فالتوتال كان شو؟ ثلاث علامات. فهون جوجل فورمز جامع لنا اياهم، فالانسان اللي جاوب كل الاسئله، يعني مثلا هذا الانسان ما شاء الله عليه شاطر، جايب 3 من 3، هذا جايب 1 من 3، هذا جايب 0، كل شيء غلط جاوبه. فهذا التوتال سكور خليه بيهمنا، يعني ممكن تطلع منه معلومات مفيده. هذا سؤال، do you have any research experience؟ هل انت سويت ريسيرش من قبل؟ كمان سؤال مهم. هذا هلا هاي خانه نحن ما ضفناها نفسنا، ما كان في سؤال عنا، ولكن جوجل فورمز نفسه حاطط لنا انه شوفوا، حاطط لنا هي مرفقه معه، وبيعطيك لا شيء من صفر لانه هذا السؤال ما عليه اي علامه. طيب، فخلينا نمسح كل الخانه هي لانه ما عليها علامات، نحن ما بيهمنا. نمسح الخانه كلها، هي كلها لانه معلومات زايده، وهي الفيدباك، هي كلها زيادات من جوجل فورمز، كمان نمسحها لانه يعني هي شو مرفقات مع السؤال هذا. هلا السؤال اللي بعده، هاو كونفيدنت ار يو ان يور نوليدج اباوت ريسيرش، لانه كان الجواب وقتها من واحد من خمسه، فهي خليها، ناس جاوبوا اربعه، ناس جاوبوا واحد، نسبه الثقه. اللي بعده، طبعا نفس الشيء للسؤال هذا، بتلاحظوا هون حاطط ولا شيء من صفر لانه هذا ما عليه ولا علامه، نمسحه كله. طيب، نمسح العمود هذا كله، وهكذا نضل نعمل نفس الشيء. شو يعني هاي فيدباك؟ هذا عمود الجوجل فورمز ضايفه لما حملنا
الداتا فنمسحه. طبعا انتم لما تعملوا اي كويستشنير او بتطلعوا على الكويستشنير منيح، ارجعوا على الكويستشنير على الفيديو الماضي لما مشينا على الاسئله راح تشوفوا راح تفهموا. فانتم شوفوا الجوجل فورمز وشوفوا السي اس في فايل او الاكسل هذا فايل اللي حملناه وحتفهموا منيح. فهون هذا السؤال، هذا كان سؤال statistics. لحظة. أيوة بالضبط هذا كان سؤال، ولكن هذا feedback ما عليه، نمسح الخانة هاي. هذا كان سؤال وكان هذا جوابه randomized control trial، فخليه لأنه هون الجواب. هاي إذا الجواب صح ولا خطأ. طبعا الجواب هون كان randomized control trial فالناس أخذوا واحد، اللي جاوبوا أي شيء غير هيك سواء prospective ولا ريتروسبكتيف كلهم اخذوا صفر. فهي يعني علامته من واحد ما بتهمنا صراحه، بالاخير نحن عارفين شو الجواب. هذا السؤال اللي بعده وعلامته، خلينا نمسح العلامه. وهي عمود فاضي تابع للاول كان كمان نمسحه مثل الباقيين، خلص ما حصير اشرح على كل وحده. وهذا السؤال الثالث اللي كان جوابه logistic regression، اللي جاوبوه صح أخذوا واحد، اللي جاوبوا غير logistic regression أخذوا صفر. فنمسح هذا العمود كمان ونمسح العمود الفاضي اللي بيلحقه اللي ضافه جوجل فورمز من عنده. طيب هلأ مشان بس نشيل اللخبطة خلينا نساوي hide للعواميد هاي، بس نخبيهم هيك مشان ما يلخبطونا كتير. نرجع طبعا لما نساوي hide يعني هو بيخبيهم فقط، فيك تساوي لهم unhide. فحنرجع لهم بس مشان تصغر الشاشه شوي ويصير اسهل انه نقرا. هذا السؤال سالناه انت شو الجندر، حكى ميل وفيميل، وهون الجوجل فورمز ضايف لك انه صفر، واذا ضايف لك عليها علامه من صفر لانه هو اصلا علامه، يعني السؤال هذا ما عليه ولا علامه فعليه صفر. وهي الفيدباك كمان عمود ما له اي لازمه، فنمسح هذول العمودين كالعاده. هون عم سالناه عن الطول حلو، وهون عن هون هذول العمودين كالعادة، عمود العلامة وعمود الفيدباك. كمان الاثنين هذول ما لهم أي لازمة، نمسحهم. طبعا هذول مو شرط، ما بعرف صراحة يمكن جوجل فورمز ما يضيف لك ياهم إذا أنت ما كنت حاطط علامات. يعني أنا كنت عامل الكويستشنير تبعي كأنه امتحان، كأنه تيست، فلذلك عم يضيف لي العلامات من الصفر. أما لو مجرد أنك عملت كويستشنير من دون ما ينحط عليه بعض العلامات ما حيضيف العواميد هي على الأسئلة الباقية. على كل حال هون سألنا عن الكيلوغرامز الوزن، فهذا وزنه 65 كيلوغرام هذا وطوله 686 سنتي. هدول العمودين ما لهم لازمة كالعادة، نمسحهم. هون طول الشعر بالسنتيمتر، هون 5 هون 20 هون 0 هون 14، هدول العمودين كمان ما لهم لازمة. طيب فهذا السؤال، هل انت بتدخن؟ Do you smoke؟ في ناس جاوبوا ايه لا وهكذا. فهدول العمودين اللي بيلحقوها كمان ما لهم لازمه، نمسحهم. فاعتقد انا خلاص رح اساوي سكيب هلا لكل الباقيين، حساوي كت لحتى نوصل للمرحله اللي مسحنا فيها كل العواميد هدول. يلا بدل ما نحكي بسرعه. اوكي هيك خلصنا. ف هدول السؤال بتدخن، هذا السؤال هل انت ماشي على دايت، هون انت بدك تخسر وزن. هون الاي دي، خلينا نمسح الاي ديز، الاي ديز ما حيفيدونا ابدا بالاناليسس حلو. ليش انا سالت الاي ديز؟ لو مثلا انا بدي اعمل اسسمنت بعد الكورس، يعني مثلا شوفوا هذا عم يضحك علينا حاطط لنا صفر الاي دي تبعه. بس مثلا لو انا بدي قارن، يعني بدي اخذ اعمل الكويستشنير كرره مثلا باخر الورك شوب وقارن الطالب نفسه علامته قبل وبعد، كيف بدي اعرف انه هذا الطالب مين هو؟ فانا يعني ممكن استعمل الاي ديز، بس بالستاتستيكال اناليسيس ما حيفيدنا. خلينا نمسحه. هون التخصص واي سنه انت، هذا العمود خلينا نمسحه. تمام؟ فهلا شو صار عندنا؟ صار عندنا كل الفاريبلز اللي بيهمونا. تمام، مسحنا كل الفاريبلز اللي اضافهم الجوجل فورمز من عنده. فهلا نرجع للشغلات اللي مسحناها. هون نحن ساوي هيك سيلكت وارجع لورا. هدول اذا بتلاحظوا شوفوا شلون هون
هذا خبيناه نحن سوينا له هايد، فنساوي له خلينا نكبر هدول مرة تانية اللي صغرناهم. تمام، خلينا هيك، انا بحب صراحة يعني اخلي كل شيء كبير مشان نعرف نقراه. هلا انتم ملاحظين مثلا هذا السؤال كثير طويل، يعني سؤال do you have any recent experience، هذا اسم الفاريبل، اسم المتغير، خلينا نقصره، فخلينا بس نختصره بكلمتين research experience. تمام، وهون how confident are you in your research، خلينا بس نسميه confidence in the research، او لا research confidence. تمام، نغير الاسماء مشان يصيروا قصار، لانه لما بدك تساوي اناليسس حتكون كثير جمله طويله، حيكون صعب تقراهم يعني على جاسب، فحيتعبوك. هذا سؤال ما في داعي، واتس ذا سترونجست تايب اوفيدنس، خليه مثل ما هو، او لا خلينا هيك نسميه مثلا سترونجست تايب اوف ايفيدنس، هذا سؤال. طيب واللي بعده خلينا هدول مثل ما هن، الجندر كمان كلمة واحدة مو مشكلة. الهايت خلينا هيك نشيل هاي الجملة كلياتها. خلص نحن بنعرف انه من حالنا بنعرف انه بالسنتيمتر. وهون الويت كمان نفس الشيء نمسح. وهون الهير لينث. وهون نكتب سموكر اذا هو بيدخن ولا لا. يلي بعده هل انت ماشي على دايت، نكتب دايتنج. تمام، فهيك هي جمله اقصر بكثير، يعني عشان ما تتلخبط او تتعب وانت عم تقرا كثير على جاسب، لانه حيصيروا طوال والخانات صغيره مثل ما بتعرفوا. ار يو تراينج تو لوز ويت، خلينا نساوي شو، بس نكتب شو تراينج تو لوز ويت، يلا هيك بكفي. University major مثل ما هي، والير. طيب هلا خلصنا المرحلة الأولى، مسحنا العوامل أو الفاريبلز اللي مالهم لازمة، وغيرنا الأسماء بحيث يصيروا قصار مشان يكونوا شو خانات صغيرة، ونعرف نطلع على الداتا مثل عالم الناس وتكون يعني حلوة للنظر. طيب شو في كمان هلا؟ نرجع نكبر هيك شوي ونرجع. طيب هلا شو كمان فيه؟ طيب قلت لكم المره الماضيه لما شفنا الفاريبل، لما شفنا السيشن الاولى من statistics، انه في كثير ناس بيحطوا داتا خطا، هي مشكله. فهلا بدنا نبلش ننظف الناس اللي عم يضحكوا علينا او يلي كانوا مستهترين وهن بيعبوا الداتا. فتطلعوا مثلا على البني على الانسان هاد، هذا بخانه الهير لينث ما بعرف ليش حاطط لي تاريخ، حلو حاطط لي تاريخ 6/8/2021، الله يسامحه. فيعني طيب خلينا نبلش. هلا نبلش من فاريبل فاريبل. التوتال سكور ما حدا بيقدر يكذب فيه اصلا، لانه هذا ما حدا بيعبيه، هذا سكور محسوب. شو اسمه هذا جوجل فورمز، حسب العلامة اللي أنا حددتها لهدول الأسئلة، إذا حدا جاوب الشغلة اللي أنا اخترتها على جوجل فورمز راح يعطيه واحد، فبيجمع العلامات تبع الثلاث أسئلة هدول وبيعطيني النتيجة هي. فهذا ما حدا بيقدر يكذب فيه، خلينا نخبيه، نساوي له هايد. حلو؟ الريسيرش اكسبيرينس كان مالتيبل تشويس، ما حدا كمان بيقدر يكذب فيه أو يجاوب شيء غلط، لأنه أنا حاطط خيارات محددة وأنت مجبر على أنك تختار بيناتهم. فكمان نساوي له هايد. الريسيرش كونفيدنس كمان ما حدا بيقدر يكذب فيه، لانه اختيار. فكل هدول الشغلات الاختياريه ما حدا بيقدر يكتب شغله غلط، فنسوي لهم هايد كلياتهم. المشكله اين تكمن؟ تكمن في العوامل الثلاثه هدول، الطول والعرض، الطول والوزن، ضلني بقول عرض، الطول والوزن وطول الشعر. هلا خلينا نغير لون هدول صراحه هيك مشان تصير احلى مشان نفهم. بس نساوي لهم صفر مشان يعني نفرق بين العنوان وبين العوامل. فهدول الثلاثة مثل ما بتتذكروا إذا بتراجعوا كيف كان الجوجل فورمز، كان مجرد تكست بوكس أوكي صغير، وتكتب أنت بتكتب فيه رقم. وأنا نبهت على الناس
مثل ما بتذكروا بي ال ال أو لا، وين بدنا نروح؟ desktop storage research، لا لا مو هي، وين كانت؟ introductory transfer، وين راحت؟ جوجل فورم. خلص نقعد نفتح جوجل فورمز والله حنطول، بس انتم بتتذكروا شفتوا ببدايه هذا انه انا كنت محدد، قلت لهم يا جماعه رايت ان سنتيمترز دو نوت رايت سنتيمتر، وما يعني وكتبت مثال يعني اكزامبل 1 6 0 160. بس شوفوا هلا في ناس مثلا هذا كاتب لي صفر، حلو ننزل شوي طبعا. باي ذا واي احنا ما عدينا كم انسان عندنا، عندنا 577 بني ادم عبوا الفورم، حلو يعني. فخلينا هلا نشوف في ناس كثير جاوبوا شغلات، يعني مثلا طلعوا هذا وين راح؟ ليكو هذا كمان مره ثانيه مجاوب صفر، في واحد هلا شفناه كان مجاوب ليكو 56، مجاوب لي انه طوله 56 سنتيمتر، يعني هيك يعني مو معقول، وكذا واحد هيك يعني ما حنقول هذا حاطط لي نقطه. طيب فهذا كله غلط، ما فيك يعني حيخرب الاناليسيس تبعك. فبدنا هلا نمسح الناس يلي نحن عارفين انه مخبصين. طبعا هذا هلا اسلوب الداتا كليننج يعتمد على كثير شغلات. انتم لما يعني انت لما تجمع داتا عن مرض معين كيف فيك تعرف انه هي الداتا غلط؟ هون شوي اصعب، بس الموضوع بيرجع للخبره ولمعرفتك بالمرض هذا او بالشيء هذا اللي عم تعبيه. يعني مثلا عم نعبي ضغط دم، حلو؟ ضغط الدم بنعرف انه يعني من 100 من 90 من 80 حسب يعني الحاله المرضيه الى وات ايفر 190 200 140. فلو بتلاقي واحد حاطط لك ضغط الدم 1400 شو بتتوقع؟ غالبا ضغط الدم اللي هو السيستوليك هذا حيكون غلط، هو معباه غلط، ضايف صفر بالغلط، هو المفروض 140 بس هو 1400 مثلا. فيعني الموضوع بيرجع للخبره ولمعرفتك بالعامل اللي انت عم تعبيه. فانا نحن بنعرف طول الناس يعني المفروض كم يكون، فما في بني ادم طوله صفر. فخلينا نبلش نمسح الناس يلي عارفين انه عبوا داتا غلط، كيف؟ بنروح على، طبعا في كثير اساليب لتنظيف الداتا بس يعني الاكسل لطيف وسهل انك تستعمله. نروح على فلتر، نضغط هذا فلتر و طيب ونختار هي السهم الصغير او راس السهم ونقول له سورت باي سمولست تو لارجست مثلا، حلو؟ فشوفوا هدول الناس مثلا اللي عبوا لي هذا، يعني الله يسامحهم الله يسامحهم، يعني بدهم يشتركوا بالورك شوب وما بدهم يتعبوا حالهم انه يعني على فكره اصلا ما كان اجباري يعبوا الفورم، بس ما بدهم يتعبوا حالهم انه يعطونا الداتا اللي حندربهم عليها. فعلى كل حال هدول الناس، شوف هذا حاطط لي صفر 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 كل شيء، حلو؟ ففي كثير يعني في كذا واحد هيك، هدول ثلاثه شكل ما بعرف اخوات هدول او متفقين. فشو رايكم انتم نحن المفروض نعمل هيك يعني ونكمل اناليسس؟ بصير على فكره فينا نمسح هدول ونعتبر هدول ميسنج داتا، حلو؟ وعلى جاسب اذا بتتذكروا اذا بتراجعوا الدرس تبع السيشن الثانيه اللي هو الاناليسس الداتا اناليسس اند فيجواليزيشن، حكينا وقتها عن الفاليد كيسز وعن الميسنج كيسز. فنحن ما كان في عندنا ميسنج كيسز وقتها لانه كل حدا معبي، حتى يعني طبعا هذول معبيين شغلات غلط بس تعتبر داتا لانه في شغله جوا المربع. لو كان فاضي مثل هيك لما نضغط ديليت راح شو اسمه راح يعتبره ميسنج، فحيصير في عندنا 3 ميسنج داتا بالهايت و3 ميسنج داتا بالويت ونفس الشيء بالهيرلينك. بس انا صراحه ما برتاح لهدول الناس، يعني هدول الناس جاوبوا صفر لكل شيء، كيف انا فيني اثق باجوبتهم الباقيه؟ يعني يمكن كانوا بس هيك بدهم يعبوا اي شيء بس مشان يخلصوا. فانا صراحه يعني هذا الشيء بيرجع لك، بس هلا نحن مو كثير بيهمنا دقه الموضوع، انا عم بشرح لكم الافكار العامه. فانا صراحه اريح لي خصوصا انه انا اصلا عندي عدد ضخم، يعني انا عندي 520 بني ادم معبين الداتا، مالي قاتل حالي على 2 ولا 10 ولا 20 فوتهم معي بالستدي، عادي امسحهم. فخلص هدول الناس اللي حاسوا انهم معبيين بتخبيص نمسحهم كلياتهم. طب هذا كمان اللي حاطط لي 1 1 1 الشعب السوري 1 كمان نمسحهم. هدول 3 8 كله هذا بدنا نمسحه، حلو؟ ديليت، نمسح الشخص نفسه. هلا لو مسحنا هدول بنكون مسحنا الادخال هذا،
بس بتضل معلوماته في العوامل الباقية موجودة. بس لا، أنا بدي أمسح الشخص نفسه، خلاص ديليت. طب هذا حاطط لي كمان طول، الطول ووزن صراحة مو معقول، يعني هي بتوقع بنت المفروض 67 وهون وزن 67، لا لا مو حاطط لي 67، عم تخبص واضح. فكمان نمسح. ف ما بعرف صراحة ليش معقول في ترند، أنا حاسس الناس اللي كانوا عم يخبصوا هن من الصيدلة ومن الأسنان، ما بعرف ليش. على كل حال نمسحهم هدول كلهم، اللي حاطين أطوال وأوزان أبدا مو منطقية. لعند ال 88 سنتيمتر، ما في وحدة طولها 88 سنتيمتر، احتمال ضئيل يعني تكون يعني، ولكن على الأغلب لا. طيب فأخيرا وصلنا لطول منطقي اللي هو هذا أقل طول معبى، نحن ساوينا sort by smallest to largest مثل ما أنتم متذكرين. فهلأ طول معقول مثل عالم الناس 149، جميل جدا. هون شو 170، فنحن لما ساوينا sort طبعا ما حيعيد ترتيب الخانة هي فقط، حيعيد ترتيب الأشخاص من الأقصر إلى الأطول، يعني هذول كلهم حينعاد ترتيبهم معا. شوفوا شلون، يعني مثلا هلأ خلينا نساوي largest to smallest، تذكروا الأرقام هون 149 هون 70 هون 12، نعيد ترتيبهم هلأ. شوفوا شلون هلأ من الأكبر إلى الأصغر فتغيروا. خلينا نرجع نساوي undo، فخلصنا هلأ ترتيب العوامل هي من الأصغر إلى الأكبر. هلأ خلينا بالضبط، خلينا نروح من الأكبر إلى الأصغر، أو لا لا لا، خلينا بنفس الفكرة، من الأصغر إلى الأكبر بكل عامل، بعدين نبلش من الأكبر إلى الأصغر. فخلينا نروح على الوزن من الأصغر إلى الأكبر، نساوي sort مرة ثانية، بس خلينا نخبي هي مشان نريح حالنا من اللخبطة. فهنا نساوي sort from smallest to largest، حاطيت لي هون وزن 40 40 40، يعني وزن لا بأس به صراحة، منطقي يعني. ليكون هذول إذا ملاحظين، خلينا ندور على الجندر، وين الجندر؟ نحن خبينا، خلينا نرجعه. انا متاكد هدول شو، هدول بنات، يعني هون طول 20، طول الشعر 20، هون 50، هون 30، وما بيدخنوا صح. فعلى الاغلب بنات. خلينا نساوي ان هايد للعوامل اللي خبيناهن، نخبي هدول مره ثانيه. ليك والجندر ملاحظين، شوفوا شلون فيميل 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 فيميل، كله هدول اللي وزنهم 40 فيميلز، كله فيميلز هون اللي بالاربعينات صراحة، في كتير والله. طيب فخلص 40 كلام منطقي، ما يعني لا بأس. طيب هلا نروح على طول الشعر كمان 20، يعني هي كمان خلينا هلا نعيد ترتيب طول العوامل او ترتيب الاشخاص، يعني نرتب الناس حسب طول الشعر. شو متوقعين؟ طبعا هلا كله حيكون ذكور، الناس اللي صفر بيحلقوا على فخلينا نحط من smallest to largest، صفر صفر واحد، ما بعرف مين والله، هذا وحش يعني قيس لي بالمليمتر. صراحة أحييك إذا أنت بتشوف الفيديو، أحييكم أنتوا اللي عم تعطوني بالفواصل، والله أحترمكم، هدول شكلهم جابوا مسطرة. فخلص هدول الناس حاطيط لي بالصفار، ما في أي مشكلة. ليش؟ لأنه بنعرف إنه يعني من معرفتنا العملية وخبرتنا الشخصية بالحياة، في ناس طول شعره صفر وواحد سنتيمتر وهيك. بس لو واحد مثل ما قلنا بكرة مجمع داتا عن أمراض، ومثلا حاطيط لي الوزن 1000، هذا بنعرف اكيد انه غلط، يمكن 100 وهو في صفر، او لو محطوط صفر فاصله يعني، فاحيانا بيكون في فاصله بالغلط او بالصفر بالغلط او يعني. فهذا الشيء حسب خبرتك ومعرفتك بالامراض او بالشغله اللي عم تجمعها. فطول الشعر ما في اي مشكله فيه. طيب هلا خلينا ننظر بالعكس مره ثانيه، ننظر من الاكبر الى الاصغر، نروح على الطول مره ثانيه، largest to smallest. واحد كاتب لي want to read the message، يعني شكله بس فات على الفورم بيتسلى. هدول كاتبين الكلام بالعربي، الله اعلم شو هو، يعني لما تحمله بيصير هيك، ما بيهمني صراحه. المهم هذا كاتب لي 160 سنتيمتر. طيب بس طبعا لما تيجي تساوي اناليسيس ما بصير. هلا ممكن انا اكتب هيك 160 وهون، يعني ستيل هذا الشخص نفسه ضل يعني فهمان غلط، وضل يكتب غلط مع انه يعني الرساله ما فهمها. فهون كاتب لي 65 كيلوغرام، ممكن نكتب 65، حلو نستبدله، و8 سنتيمتر تمام 8 سنتيمتر. طبعا انا يعني عادي ممكن امسكه كله وامسحه اصلا. هو طبعا الاساس اذا المعلومه انا فيني احتفظ بالمعلومه بحتفظ فيها، بس يعني هون ما بيهمنا كثير الاشخاص، ممكن يعني نمسحهم مشان نستعجل يعني. بس طبعا الاساس بالداتا، اذا فيك تصححها بتصححها. فنحن هلا صححناها مثلا بالمثال هذا، هذا كتب لي 175، فبدنا يعني بدنا نصحح هدول. اذا انت عندك ريسيرش حقيقي بدك تصححه، تمسح الكلمات هي
سنتيمتر. بس هون مشان استعجال خلينا نمسح من هدول كلياتهم. حلو، وهذا كتب لي اتش اتش بي بي، بده بس شو يفشق عشان يخلص من الفورم. هو كان مفكر انه الفورم هذا اجباري او يلي هو، مع انه ما حدا يعني يضربهم بعصايه مشان يعبوا داتا. المهم هدول حاطط لي نقاط كمان كله نمسحه. يلا خلص انا حبطل اشرح وحساوي بسرعه وانتم تشوفوا مشان شو نخلص. فهدول كمان كلهم نمسحهم. الناس كلياتهم اللي يمي جمعين وحاطين شغلات غلط. طبعا شوفوا مثلا هذا حاطط لي، هلا نساوي مره ثانيه سورت. هذا حاطط لي طوله 666، يعني انسان اكيد كذاب، يعني هذا من قوم عاد وثمود صراحه مو منطقي. وحاطط لي 777 فنمسح. هذا اخيرا هذا اطول شخص ما شاء الله عليه 195، خلاص كلام منطقي. وثاني اطول واحد 172، 172 هذول متساويين، فخلص هون تمام. هلا نحط الوزن مره ثانيه، فروم لارجست تو سمولست، حاطط لي 600 مره ثانيه، نمسحه. الباقيين يعني حاطين اوزان معقوله 135 130 120 وهون تسعينات، خلص تمام. الهير لينث خلينا نشوف، في ناس شوف حاطين احرف، حلو زي زي وكلام بالعربي، صراحه ما بعرف شو هذا الكلام، حاسس يمكن مسبحه تكون. ناس كاتبين اي دي كي اي دي كي اي دونت نو، يعني تقريب يا ناس. I don't know but it's not tall. صراحة هدول يعني هن يمكن مفكرين انه انا بدي اعرف الشخص، بس يعني فهدول الناس كاتبين I don't know، خلينا نمسحهم. كل حدا كاتب كلام خلينا نمسحه. يعني مثلا هدول كاتبين 8 سنتيمتر مثل ما قلنا، المفروض نستبدلهم بس مشان الاستعجال خلينا نمسح. كل حدا حاطط شيء غلط، يعني مثلا هذا حاطط لي هابي فيس، اعتقد بنت هي صح؟ يمكن يعني اسأت الظن. على كل حال هون حاطط لي تواريخ، هذا حاطط لي 1000 سنتيمتر، يعني كم؟ يعني 10 متر صح؟ فنمسح من هون وفوق. هلا هون 120 معقول، يعني متر و20 يعني لا بأس. فأي شيء خلص من ال 1000 فما فوق خلينا نمسح كل هدول، تمام؟ نمسحهم. ساوي ديليت. تمام. هلا الطول الشعر كل حدا 120 فما تحت دخلنا بالستدي، تمام. هلا شو؟ هلا الداتا صارت نظيفه اخيرا. نساوي سيف، طبعا انتم دائما ساوي سيف. حلو، فهلا نقيم شو بيسموه هذا الاسهم هي لانه بتستفزني. فخلص هلا صارت الداتا شو نظيفه مرتبه مهذبه للداتا اناليسس. وهلا شو كان يمكن بلشنا 525 كانوا او هيك شيء 570، والله ما بتذكر، رجعوا لاول فيديو. هلا صاروا شو 500، كانوا 577 اذكر. هلا صاروا 518، تمام. ف هلا مثل ما قلنا خصوصا يا جماعه انتم لما تعملوا ريسيرش رح تلاحظوا انه للاسف تجميع الداتا كثير بياخذ وقت. يعني انا مره يعني قعدنا انا وواحد من الريسيرشات نجمع داتا تقريبا اكثر من سنه، والريسيرش ثاني كمان نفس الشيء بياخذ وقت حسب طبعا الريسيرش، ممكن 6 اشهر ممكن 3 اشهر، بس ستيل بياخذ صراحه وقت وجهد. ويمكن يعني كمان كميه الداتا ليميتيشن كبير للاستدي تبعك. احيانا انت يعني يا دوب تجيب لك 50 مريض او 100 مريض، وحتى هذول ال 100 مريض ما فيك كثير تعمل عليهم اناليسيس لانه كميه الشغلات الموجوده عندهم قليله فما بتفيدك. فبدك تحاول تحافظ على قد ما بتقدر من السامبل سايز تبعك، من كميه الناس اللي عندك. فبالحاله هي يعني بدك تتعب اكثر، ويمكن تضطر تجمع داتا زياده او 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 يعني مثل ما قلنا لو في ناس جايين داتا غلط بدك تصححها وتراجعها بدل ما تمسحها. بس انا هون يعني شو مجرد شرح يعني للافكار العامه يعني مشان توصلكم الفكره. بس طبعا انا بما اني انا انسان يعني مستغني، انا شو جابرني والله حافظ عليهم انا بالاخير، بس بدي اشرح لكم الافكار، فاي حدا ما عجبني مسحته. وصار في عندنا 518 حاله هلا. هلا هذا اللي انا سويت له سيف واعطيتكم اياه، بيسكلي الداتا كليننج بروسس صارت جاهزه. طيب؟ فبس خلينا تو جو ستيب فرذر. هلا لو انتم بدكم تدخلوا هي الداتا على جاسب خلص اموركم بالسليم، ما بتحتاجوا شيء. بس لو بدكم تساوي شوي تفصيل زياده او تدخلوه على الاس بي اس اس، بدك تساوي كودينج. يعني في كثير اساليب لتساوي كودينج،
يعني مثلا الفيميل حلو. صراحة ما بدي اشرح للاس بي اس اس، ما بدي توهكم يعني. بالاخير انت فيك تستعمل اس بي اس اس، فيك تستعمل جاسب، جاموفي، اللي هو الافكار العامة نفسها، بس اس بي اس اس شوي فيه غلبة الكودينج. بس الفكرة العامة انه احيانا بدك تستبدل الكلمات بالارقام مشان يعني الانترفيس تبع الاس بي اس اس. فبس الفكرة العامة انه بتساوي كنترول اف حلو، ومثلا بدنا نساوي بدال الفيميل نحط صفر حلو، فبنساوي كوبي للكلمة، بعدين نضغط كنترول اف بنقول له ريبليس، فبنقول له فايند كلمة فيميل وريبليس وذ صفر، وبعدين بنقول له ريبليس اول. فبتلاحظوا هون شو كل حدا فيميل حطه صفر، والميلز شوفوا كيف الميلز ضلوا. هلا مرة ثانية بنساوي اذا بدنا نستبدل الميلز لانه ما حنضل هيك، فبنساوي شو ريبليس الميلز وبنحط واحد. فهلا لما شو لما نحطهم على السوفت وير، طبعا انت لازم تحفظ، ما بصير تساوي كودينج او يعني تستبدل الكلمات بارقام وبعدين تنسى الواحد لشو والصفر لشو. لذلك انا دائما انت خلي اكثر من كوبي، يعني ما تساوي سيف وتمسح الكوبي القديمه، خلي عندك اكثر من لف وريحك، او اكتبهم على ورقه يعني صغيره جنبك هيك. المهم فهذا فيك تساوي يعني لكل يعني الارقام، طبعا هدول بيضلوا مثل ما هن. الكلمات هي مثلا النو بتحطه صفر، الياس بتحطه هيك بس يعني، وهكذا. ليش ليش بتساوي هذا الشيء؟ هذا الشيء مختص فقط بالاس بي اس اس، الاس بي اس اس، لانه فيه يعني شغله زنخه ما بدي اشرحها. يلي بده يتعلم اس بي اس اس حيتعلمها، شغله يعني ما لها معقده، بس ما في الا داعي. هلا بما انه نحن الكورس تبعنا على جاسب، وانا صراحه بحب جاسب، وانتم ما حتحتاجوا اس بي اس اس غالبا يعني، يعني ما صراحه كلياته تمام يعني. يلي ما فيك تسوي على جاسب بتسوي على الاكسل، في بعض الشغلات البسيطه فعلا ما فيك تسوي على جاسب بتسويها هون، يعني ما في داعي حتى للاس بي اس اس. اعطيكم مثال من الشغلات اللي ما فيك، بتوقع ما فيك تسوي على جاسب، الاف ستيتمنت. يعني مثلا تتذكروا يا جماعه، بس عذرا تتذكروا لما قلنا بالسيشن الثانية، قلناها بالثانية وقلناها يمكن بالأولى كمان، أكيد أنا متأكد بالسيشن الأولى والثانية، إنه لما تجمع داتا إذا عندك continuous variable خليه continuous لما تجمعه، هيك الأحسن والأساس، هيك أحسن، هيك يعني غالبا هذا الأصح. ممكن توقع بأخطاء إذا ما عملت هيك. فشو يعني؟ يعني مثلا الطول ما تس أو خلينا مثلا نحكي عن العمر، غالبا مو يعني مو هذا مو يعني قانون ذهبي، ولكن الاساس هيك، انت هيك احفظها. طبعا حسب الشغله اللي عم تدور عليها. هلا مثلا طلاب الجامعه ما بنسالهم صراحه عن عمرهم، او ما حيكون في فائده كثير للعمر، لانه كل حدا بالجامعه عمره بين ال 18 وال 25 صح؟ فما حيكون في فرق يعني شو الشغلات اللي بتتوقعه بجسم الانسان او بفكره او باي شيء بتتغير بخلال الخمس سنين بالعمر الضيق هذا بمرحلة الشباب. يعني نحن لو عم نقارن بين العشرينات وبين الخمسينات والستينات الختايرية، حيكون في فرق مثلا بضغط الدم او بالسكري او بالصحة او بالوفاة، صح ولا لا؟ او بالكدني فانكشن مثلا، يعني هي كلها امثلة من الريسيرش. بس يعني شاب يعني عمره 20 و 22 سنة ما حتفرق. فيعني هون اصلا ما في فائدة، بس مثلا عموما انت لما تجمع يعني نرجع للعمر، لا لا نرجع للعمر. فخلاص انت فيك تعمل خانة واحدة مثلا لطلاب الجامعة من بين ال 18 وال 25. بس يعني لما تكون عم تحلل مثلا شغلات، انت مثلا بدك تتنبأ بالبدانة او بالوفاة او بالصحة، فالوزن خده مثل ما هو، يعني مثل ما انا عملت هون 80، وخليه يكتبوا كتابة. ما تسأل الناس انت وزنك من ال 60 لل 70 ومن ال 70 لل 80، يعني يكونوا اربع خيارات مثلا من 40 ل 50 و 50 ل 60 ومن 60 ل 70 ومن 70 ل 80 او من 70 ل 100، ما تعمل هيك. لانه الكونتينوس خليه كونتينوس، لانه نوع الاستاتستيكال تيست ان شاء الله حنشرحهم بالجلسه الجايه، نوع الاستاتستيكال تيست يلي فيك تساويه يم، يعني نحن مو قلنا انه في فحوصات احصائيه معينه فيك تساويها حسب الفاريبل يلي هو التي تيست والكاي سكوير واللوجيستيك ريجريشن الى اخره. هي حسب الداتا اللي انت جمعتها، لو انت جمعت داتا غلط ما حتقدر تساوي الشغله اللي بدك اياها. يعني انا الوزن
لو ما جمعته بالطريقة هي، لو بدال هيك حطيته بخانات بين أو يعني الخمسينات والستينات والسبعينات وهكذا، ما حيقدر ساوي الشغلة اللي أنا بدي إياها. هي الفكرة العامة. المهم، بس هلا لو أنت بعدين حبيت، يعني لو كان طبعا هذا الشيء بدك تكون تعرف إحصاء مشان تعرف إمتى تساوي، بس أنت مثلا لو قررت إنه هون ما في داعي إنه يعني يكون الرقم بالتفصيل، أنا بيكفيني إني أحطهم بمجموعات. فمثلا كل حدا بين ال 80 وال 100 بدي أعتبره خانة واحدة مثلا، وتحت ال 80 بدي أعتبره خانة ثانية مثلا. كيف بدي أعمل هيك؟ بتروح بتعمل if statement. يعني شو بتكتب؟ خلينا نضيف خانة هون، حلو؟ نضيف خانة نساوي insert. وين؟ والله غريب. أيوة لك insert. فخلينا نساوي insert ونقول شو مثلا نحن بدنا نسأل، هل هذا الإنسان وزنه فوق ال وزنه فوق ال 80؟ حلو. more than 80 kg. حلو. فهي الخانة هل هو فوق ال 80 ولا لا؟ وبدنا نساوي if statement. طبعا تتذكروا نحن ساوينا sort حسب ال height، بس خلينا ما بدنا نساوي سوت بالهايت. بس كيف بدنا نعملها؟ ما بعرف صراحة إذا فينا نعيد من دون ترتيب. لا خلص بلاها. فهون نسأل more than 80 كيلوغرام، بنحط if statement، بنقول يساوي if، بعدين بنفتح قوس. شوفوا شلون الفورميلا. لحظة خلينا نمسحها مشان نساوي زوم. فبنقول يساوي اف، عندك لوجيكال تيست، عندك القانون المنطقي اللي بدك تحطه، بعدين الجواب الاول والجواب الثاني. يعني اف اتش 1 اتش شو رقم هي؟ اتش رقم 2، اتش 2 مور ذان 80 كيلوغرامز. حلو. إذا كان خانة رقم H2 اللي هي هي more than 80 بنحط فاصلة. إذا كان نعم، إذا كان الجواب نعم، بنحط النتيجة اللي بدها تطلع لنا. فنحن بدنا إذا كان فوق ال 80 بدنا يطلع لنا واحد، فبنقول واحد. هذا شو value if true. بعدين نحط فاصلة. إذا كان لا بدنا شو يطلع لنا مثلا؟ الفاليو اف فولس، فبنحط صفر ونسكر القوس. فهذا هي الكوماند بتخلينا بتقلنا اذا كان اذا كان الشرط هذا قد تحقق حيعطينا واحد، اذا لم يتحقق حيعطينا شو؟ حيعطينا صفر. نكتبها مره ثانيه. هي علينا يساوي شو قلنا؟ اف H2 فوق ال 80 1 0. تمام. فخلينا هلا نضغط هيك، نعم نضغط، شايفين الزاوية هون، نضغط ودبل كليك بيعممها على كل حدا تحت. فشوفوا كل حدا فوق ال 80 عم بيحط عليه جنبه واحد، بس خلينا ننزل هلا لتحت. لاحظوا. نحن بالعكس، خلينا نروح لفوق. فشوفوا هلا الناس هون شو هذا؟ شو صار؟ كل حدا طوله شو كانوا نحن لعبنا بالداتا بالغلط؟ أنا حاسس لعبنا بالداتا خبصنا فيها شيء بالغلط. شو صار؟ شو صار؟ شو صار؟ خلينا نساوي أندو، هذا الزر السحري اللي بيصحح كل الأخطاء. لا لا، هو ما في مشكلة، هو أنا أنا مفكر كنا عم نشتغل مع الوزن. أوكي، طلع نحن عم حاطين هي على الطول، مشان هيك كل حدا فوق ال 80. أوكي، خلينا نحط هي هون.
خلينا نبدل بيناتهم. insert نودي هاد لهون وهاد لهون ونمزح الخانة هاي. اوكي هلا بنقول يساوي if شو هاي الخانة رقمها i اسمها i 2 فوق ال 80 بيعطينا 1 تحت ال 80 بيعطينا 0. دائما الاول اذا كان صحيحا اذا كان الشرط هذا متحققا فهذا الجواب اذا كان صحيح واذا كان لا فانا ممكن مثلا هون احكي له يس اعتقد بيصير كمان هيك نحكي يس مثلا وهون نو شايفين شلون؟ فهل 80 هي اعلى من 80؟ لا 80 تساوي 80 بالضبط هو اذا كان 80.1 راح يعطينا نعم فشوفوا شلون؟ ف 35 لا 64 لا. لا 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 شوفوا كيف هون مثلا هذا الشخص 90 فحاطط لي يس يس فهون 64 نو وهكذا مثلا هذول الناس هلا بلشنا شو نفوت على الذكور على الميلز ف 85 يس وهكذا فهي الاف ستيتمنت كثير كثير جميله ولطيفه بتساعدك بكثير شغلات بتصنيف الناس يعني مثلا انا بدي مثلا شوفوا هون شو بدنا كمان يعني مثلا عامل ثاني خلينا نعطي مثال ثاني للداتا كليننج مثلا هون عندنا ناس عندنا اليس والنو بتعرفوا اذا انت مدخن ولا لا ففي خيار ثالث كان sometimes or are used to smoke but I quit بس انا صراحه بالنسبه لي الناس يلي قالوا انه انا بدخن شوي خليني طبعا تتذكروا لما عملنا الكويستشنيرز لما حكينا كيف تعمل كويستشنير محترم قلنا انه يعني الافضل اسلوب انك تجمع بالتفصيل وتساله كم باكيت وكذا وامتى تركت ومن متى تركت بتتذكروا بالسيشن الاولى بس هون يعني هي مجرد شيء للتدريس انا حاولت اعمل الكويستشنير قصير لانه هون مو غرضنا انه ندرس شغل عن التدخين ولكن بدي اضرب فيه الامثله ليس الا فانا مثلا بالنسبه لي الناس اللي جاوبوا احيانا انا بدخن بدي اعتبرهم كانه مثل غيرهم من المدخنين بدي اعتبرهم قالوا يس فبنعمل ستيتمنت جديده خلينا نسميها سموكر 2 ف شو بدنا نعمل بدنا ناخذ الناس هذول اللي قالوا sometimes or I used to smoke نساوي كوبي حلو او لا صراحه حتى ما في داعي انه نصنع الفاريبل هذا نمسحه ناخذ هذول الناس اللي قالوا sometimes or I used to smoke نساوي كوبي بعدين نساوي كنترول اف ريبليس هلا هي ما بدنا نساوي لها كودينج بس بدنا نستبدلها ب يس هلا مو في ناس قالوا يس ونو وين راحت نشوف كيف يس مكتوبة بس يس مكتوبة كابيتال اي اس كابيتال واي اي اس خلينا كابيتال واي اي اس فكل حدا قال sometimes راح حوله الى شخص قال يس طبعا ليش ليش ما عملنا هيك بالكويستشنير نفسه لانه لو ناس حطيت لهم على الكويستشنير يس اور نو غالبا يلي بيقولوا عن حاله انا بدخن شوي او احيانا راح يمكن يختار نو فانت بدك تحتار عليهم تعطيهم خيار sometimes بعدين انت لما تيجي للداتا اناليسيس الناس اللي قالوا sometimes تسويهم يس مثلا بس طبعا مثل ما قلت لكم نحن لما عملنا حكينا عن الكويستشنير بدك تفصل كميه السموكينج كم سنه كم باكيت من متى تركت هاي لو بدك تعمل ريسيرش جدي بس نحن هون عم نضرب امثله فقط فمثلا الناس اللي قالوا sometimes or I used to smoke خلينا نقول هلا شو ريبليس شوفوا كيف فالناس اللي قالوا هذا كان قبل شوي قال يس اور سم تايمز فحولناه ليس فهي كمان يعني شغلات فيك تعملها بالداتا كليننج قبل ما تبلش الاناليسيس مثلا شو كمان في يعني هي هي الداتا كليننج بروسيس عموما اعتقد يعني هذا كل شيء عموما فينا نساويه بحالات مثل هي فهي هي يلا يعطيكم العافيه ان شاء الله يعني يكون استفدتوا اعتقد كم سجلنا 44 دقيقه يلا مو كثير هي اقصر تسجيل الى الان فهي يعني البيسكس تبع الداتا كليننج عرفنا كيف نمسح الفاريبلز اللي ما بيهمونا عرفنا كيف نساوي نمسح الناس يلي كانوا شو بيحطوا داتا خاطئه او داتا يعني راح تتغلط الاناليسيس تبعنا عرفنا كيف نستعمل الاف ستيتمنتس طيب ويعني هي الأفكار عموماً
يلا يعطيكم العافية وإن شاء الله نراكم في السيشن الجاية. السلام عليكم.